حسين. والموقف العظيم هناك للسيدة زينب روحي فداها، لما رأت يزيد يضرب رأس أخيها الحسين، يضرب رأس الإمام الحسين، أهوت إلى جيبها فشقته. وأود أن أنبهكم أيها الأحبة، بعض الناس يتمسك بوصية للإمام الحسين سلام الله عليه قال لها أخي لا تشقي علي جيبا، هذا صحيح، هذه وصية واردة، ولكن الإمام الحسين قال هذا الكلام يوم عاشوراء، قال أخي زينب إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا، يعني في وقت مقتلي، ساعة مقتلي وساعة مصرعي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. السيدة زينب روحي فداها عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، فمعناه عندما تشق جيبها، والجيب هو الثوب الهاشمي اللي يكون فوق الثياب وليس الثوب الأصلي اللي لابسته، إعلانا للحداد والحزن، فمعنى ذلك هي خصصت وصية أخيها الحسين سلام الله عليه. والإمام السجاد يقول ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، فأبكت كل من كان حاضراً.